يعني بكر السحب مش هينفع احرك الموتور وابص على بكر السحب اشوفه بيتحرك ولا لا. ليه؟ لان بكر السحب دايما مفصول بكلتش، تمام؟ الكلتش ده لما هنخش في الميكانيكا دلوقتي هنفهم وظيفته ايه، او لو انتوا اتفرجتوا على الفيديوهات في الميكانيكا هتفهموا قصه الكلتش ايه. بس الكلتش ده قصته في الاساس ان هو بيستلم الحركه في الترس بتاعه، بيبقى راكب على اكس، مطلوب ان هو يوصل الحركه من الترس للاكس، تمام؟ زي الفل. طب دي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ان هو الترس بيبقى مفصول عن الاكس جوه الكلتش، ده على حلقه وده على حلقه تانيه، وفي ملف بياخد كهرباء. في حاله الملف ده خد كهرباء، الحلقتين بيلزقوا في بعض، فبناء عليه لما الترس يتحرك هيجبر الاكس ان هو يتحرك معاه، الاكس ده يبقى راكب عليه البكر، تمام؟ هي عمليه ان الكلتش ده مش موتور، ما بيولدش حركه، انما الحركه بتبقى جايه له، جايه للترس بتاعه من الموتور، وبعدين ما بتبقاش واصله للاكس. امتى الحركه بتاعت الترس توصل للاكس؟ لما الكهرباء تخش الكلتش يعمل مغناطيس، الترس يلزق في الاكس، فهمها كده دلوقتي. وبناء عليه لما الترس يتحرك لازم الاكس يتحرك، وبناء عليه لما الاكس يتحرك البكره اتحركت. فانا لما اجي اتست ان الموتور ده بيغذي ايه في البكر السحب، ابص على ترس الكلتش، لما احرك الموتور وترس الكلتش يوصله حركه، خلاص مش لازم ابص على الاكس، الاكس مش هتنقل له حركه لانه مش واصل له كهرباء، انا بحرك الموتور بايدي اصلا، تمام؟ فاستنتج الحركه ان الحركه دي بتغذي بكره السحب عن طريق ان انا احرك الموتور وابص على الكلتش وصل له حركه ولا لا. اي مكون ركب عليه كلتش عايز استهدف مثلا انه موتور بيحركه، ما ابصش على المكون لما احرك الموتور، ابص على الكلتش بتاعه وصل له حركه ولا لا، يبقى كده خلاص، يبقى الموتور ده اللي بيحرك مثلا الريجستريشن. هل الريجستريشن اتحرك؟ لا، انا حركت الموتور، ولما لقيت ترس الريجستريشن ترس الكلتش بيتحرك استنتجت ان الموتور ده هو اللي بيودي الحركه لده، تمام؟ هي الميكانيكا يجب عليك اكتشافها، ويجب عليك انك انت بتمرينتك على فك وتركيب الميكانيكا مجرد بس تقسم انهي مواتير بتدي انهي حاجه في خط الانتاج، افهمها. دي محاضره الميكانيكا اللي انا بلعبها معاك. اعطال الميكانيكا يا جدعان بتتبروز كده حاجات بسيطه، يا الموتور ما اشتغلش، يا في ترس مكسور، يا الهدف اللي بيتحرك فيه، تمام؟ دي اعطال الميكانيكا. بس هل المكنه بتقول لي اعطال ميكانيكا، ولا بيظهر لي العطل في الاخر فين؟ في خط الانتاج. طب خط الانتاج ده بيعمل ايه؟ يا بيحرك ورقه، يا بيبني صوره ساكنه وبيحمضها وبيطبعها، صح؟ يعني هلاقي عطل في الصوره،